قناة فادي التعليمية للكهرباء ترحب بكم في حلقة جديدة من حلقات التمديدات الكهربائية المنزلية. هاي التوصيلين اللي هي توازي توالي توازي، ثنتين هذول توازي لمجموعة A ولمجموعة B توازي مربوطين مع بعض بتوالي. الآن الأربع لمبات ماضيات بشكل طبيعي وبشكل نصف إضاءة، لأنه كل جهة أخذت 110 110 110، بتقسمه 55 لكل لمبة. الآن لو فصلت لمبة من اللمبات المجموعة هاي مجموعة A، راح تشتغل تزيد إضاءة اللمبة المقابلة إلها، بينما اللمبتين اللي في الجهة الثانية راح تخف إضاءتهم إلى الربع. لاحظوا كيف النص الربع، هذيك بتزيد إلى ثلثين. الآن لو فصلت برضو بالجهة هاي اللي مقابلها بتزيد للثلثين، هاي بتنقص للربع للربع الإضاءة. طيب لو فصلنا ثنتين نفس الجهة، جروب بي اي مثلا او بي بفصل عن اي، بفصل عن اي تماما، لانه موصولين الجروبين على التوالي. الان لو انا فصلت ثنتين قطري، هاي واحدة نشوف نفصل هاي قطري، لاحظوا هذا النص اضاءة الثنتين، بينما هيك هذا واحدة ثلثين وهنا الثلث، هيك نصف إضاءة لما نفصل الثنتين قطري. نضيهم كلهم نفس القطري نصف إضاءة. طريقة التوصيل للدائرة هاي، وصلنا اللمبة اللي تحت مع اللمبة اللي فوق على التوازي، هاي الوصلتين. وصلنا اللي بالجهة الثانية لمبتين على التوازي، وهاي الوصلتين، هاي الوصلة الأولى وهاي الوصلة الثانية. الآن هاي اللمبة مع هاي اللمبة مجموعة وصلناهم بخط توالي واحد أصفر لونه، هذا هو خط الأصفر، هذا خط التوالي. بعدين وصلنا اللمبات بالبارد، مجموعة وصلناها بالبارد، والمجموعة وصلناها بالراجع اللي بالمفتاح، والمفتاح أعطيناه خط حار، هيو الأحمر. إذا الراجع اجى على الجهة هاي والبارد اجى على الجهة هاي، واعطينا حار للمفتاح. خلينا نلخص اللي عملناه. اول شيء وصلنا خطين بالمجموعة بي، خطين مشان نوصل اللمبات على التوازي، وايضا وصلنا خطين في المجموعة اي حتى نوصلهم على التوازي، كانت هاي نقاط اي وهاي نقاط بي. الآن وصلنا ردينا خط واحد، مش خط التوالي، بين يربط بين المجموعة A والمجموعة B، خط واحد بدون أي اتصال مع أي شيء ثاني. ظل عندنا نقطتين من نقاط مثل اللمبات كلياتهم، راح نوصلهم بالدائرة. وصلنا الخط الحار للمفتاح والراجع وديناه على أطراف اللمبات، واللمبات ودينا لهم بارد. بتكون هاي التوصيلة اسمها توازي توالي توازي. الآن بدلنا التوصيل بحيث صار أبقينا هذا على التوازي، غيرنا هنا على التوالي بحيث اللمبتين صار على التوالي بالوصلة هاي، ووصلنا المجموعة A مع B، B و A يعني مجموعتين مع بعض، وصلناهم بخط على التوالي هذين، فصارت توازي توالي توالي توازي توالي توالي. خلينا نشوف شو النتائج. الآن لما شغلناهم هذو ثنتين هذول نصف إضاءة، بينما هذول هذو كل واحدة أقل من الثلث، ثلث إضاءة. الآن إذا فصلنا واحدة من الملف من اللمبات هاي، بطفوا كل اللمبات. إذا فصلنا الثانية برضو بطفوا كل اللمبات.
الآن لو فصلنا واحدة من الثنتين الموصولات على التوازي، الآن هم ماضيات إضاءة خفيفة جدا، إضاءة خفيفة جدا. الآن لو فصلت واحدة منهم، فصل هاي تحت، شو اللي صار؟ أضت اللمبة الثالثة نفس الإضاءة للثلاث، يعني تقاسموا الكهرباء الثلث ثلث ثلث ثلث، صاروا ثلاث لمبات على التوالي موصولات، خرجت هاي من الدائرة، يعني بقيت ثلاث لمبات. الآن أي فصل من أي واحدة راح يفصل الثلاث، وتقاسموا الجهد على الثلاث. لما إذا دخلت هاي معهم، الآن القدرة هون راح تختلف، كانت 5 وات المشتركة معهم، الآن اشتركت معهم 10 وات، راح تخف إضاءتها وتزيد إضاءتهم هم، راح تزيد إضاءتهم وتخف إضاءة الثنتين هذولا إلى كمية بسيطة جدا، لأنه ثلث 220 تقريبا 65 فولت، 65 فولت راح تقاسمهم بالنص صورة، كل واحد راح يطلع لها 32 فولت، ف 32 فولت غير كافية للإضاءة الكاملة. إذا فصلت الثنتين هذول كأني فصلت المجموعة هاي من التوالي، راح تفصلن كلياتن، نفصل الأولى، نفصل الثانية، الآن فصلوا كلياتهم لأنه هم جزء من الدائرة، جزء هذول من الدائرة التوالي، من دائرة التوالي. خلينا نشرح اللي عملناه بشكل سريع. وصلنا المجموعة B بخط واحد على التوالي ونزلنا الأطراف، صار عندنا طرفين لمجموعة B موصولين على التوالي. وصلنا خطين في المجموعة A على التوازي، اللمبتين على التوازي، وطلعنا نقاطهم ثنتين، إذا صار عندنا نقطتين للمبتين موصولين توازي ونقطتين للمبتين موصولين توالي. الآن وصلنا المجموعة A مع B بخط التوالي، وصلناهم توالي بالشكل هذا، صار عندنا نقطتين، هاي نقطة وهاي نقطة، بدنا نوصلهم في الكهرباء مع التيار الكهربائي، لازم نوصل الخط الحار على المفتاح والراجع من المفتاح يروح على أطراف اللمبات، وبعدين اللمبات نعطيهم خط بارد أو البارد المصدر في اللمبات. بتكون هيك انتهت التوصيلة، توازي توالي توالي.